تمت الولادة وأنجبت ولد، إلا أن الأم تأخرت كثيرا في غرفة العمليات. هذا الموضوع أثار قلق لدى زوجها. بعد السؤال والتحري تم إخباره بأنه تم رفع الرحم وحصل نزيف أثناء العملية القيصرية، نقلت إلى مستشفى آخر إلى أن توفت، يعني بعد ساعات بسيطة. إضافة إلى ذلك تبين أن هنالك جروح حتى في جسد الطفل، يعني حدثت أثناء الولادة. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، هذه العملية القيصرية من النجف، مراسلنا محمد رزاق تحدث مع زوج أو والد الطفل المولود، خلونا نشوف. نعم زميلي مازن، تحية طيبة لك. نحن الآن في محافظة الديوانية هذه المرة، والأخطاء الطبية تحصد أرواح الأبرياء مرة أخرى. معنا الأخ أبو مصطفى الذي فقد زوجته بعد عملية ولادة بمحافظة النجف. سيروي لنا الأخ أبو مصطفى تفاصيل وفاة زوجته بمحافظة النجف، ومثل ما ذكرناه في محافظة الديوانية. عظم الله أجرك أخ أبو مصطفى والبقاء في حياتك. شنو اللي صار بقضية مصطفى الله يرحمها؟ والله حالة ولادة، احنا من الديوانية ورحنا هناك نسوي العملية مالتها بالنجف، يعني عملية اعتيادية دخلت العادي وسوي تحاليل لها. هي قبل يوم الخميس احنا سوينا لها تحاليل برا، ورجعنا الجمعة الصبح سوينا تحاليل، كملنا بالتسعة الصبح دخلت عمليات. 11:30 بشرونا جاب جاكم ولد، رحم الله والديكم. أم الولد وين؟ قال له ما يطير البنك بنعتها. شو قال؟ نص ساعة ويطير. لا 12:30 لا 1:30 لا 2:00 ماكو. يعني كم ساعة ظلت من الولادة لحد ما عرفته؟ لما عرفنا ظلت للثلاثة الظهر اللي قالوا لنا. ويا الصبح صار الولادة. والولادة الصبح صارت اللي قالوا لنا. يا بغير تقول لنا تقاتاني بعد هذا الشيء. النبزة قالت أنا شلت الرحم مالتها. تقول الجارة ما أكله شرينا رجينا. قبل ما يعني هاي التفاصيل سرسلي، شلون صارت الحالة؟ شلون دريتوا؟ شلون يعني صارت الأمور بصورة يعني أكثر تفصيلا؟ لا ما إحنا بشرونا جاكم ولد، وهذا هو على حسب الوصول والدين قالوا بالخدة شوية تعبانة، على ما أمه شوية طربق مالته وصعدونها للرحن على الخاص، وصعدونها الغرفة اللي فوق بالمستشفى. المهم انتظرنا من 11:30 ل 12:30 ل 1:30، يعني تقريبا صار جوا ثلاثة. يا بابي معودي ماكو هيك بنك. المهم انه بتعال جيب لنا ذن الاسعافات، ما اسعافات صار، والله شنو صار عندها نزيف. يا بابي شلون صار عندها نزيف؟ يعني تتسئلون خلال هاي الفتره هاي المسافه الوقت تسئلون؟ ما مرتاحين يعني. شوف العالم مخبوصه من الساعه من دخلت العمليات، ورا العمليات بساعه العالم انخبصت بالمستشفى. ثلاث مريضات ان هم كانوا هي نفس الدكتوره سوي العمليات، طلعتهم مسوت العمليات اجلتهم، قلت لنا عندنا حالة وهذا، يعني طلعتنا هذا. وأنا شكيت بهذا الشيء. المهم ظلت هم تتلوف، يعني ما قالت إن يعني النتيجة صعبة، ما قالت يا بتر هي صارت نزيف أو عورناها. المهم لحد ما أخوي لا 6 العصر، يعني أيست من عتفت مرة، ظلت تنزف وهذا، جيب 20 بطل دم، دبرنا 20 بطل دم. أنا من الديوانية وأنا بالنجف تعرف أنت، على ما يجينا واحد هناك ترى هم صعبة. ظليت أنا أوقف بالسيارات بالشارع، حرمص للسواق معود أبو الغيرة وهذا الله وكيلك. المهم قوية 6 العصر طلعتها، قالت خذوها المستشفى مارس الصدر للعناية. دزيت العناية بس هي متهي متوفي، يعني ماك يعني حاطينها بس هذا مال تشوب، لكن نفس ولا هذا خلينا هذا بنت شنها بصبحة ماك 100 أشهر. دخلت أنا هناك للعناية نفس الدكتور ربط هذا بوحيتي، قلت له دكتور عندك بالعناية تقريبا أكثر من 7 أو 8، يعني جوهن عادي وأكو هذا بالشاشة خريطة. إن الدكتورات الدخلة نم حكينا وياه وكمل، والدكتورة نفسها اللي دزت لهذا بالعناية انطت التليفون قالت له دكتورة، قامت تحكي هذا بالعناية هناك طبعا، طلعت تحكي هذا قال ماشي هذا نوم طلعوني بالقوة، قالوا تطلع أنت إحنا كمل الطبلة هذا. ها قالوا ذا عبرة هاي الساعة الحمد لله يعني كل شيء ما بيه، ولا وراها لا عبرة لا عبرة لا عبرة ثاني آخر شيء قال عم لا عبرة لا، ما زوجتك متوفية يعني دازينا يعني كلك لوات وكلوات. زين الطبيبة شنو تبريراتها؟ يعني شنو اللي صار؟ ما سالفت وياكم؟ شنو الأحداث اللي صارت؟ ثورت سالفت وياي، قالت يعني أما الأسوأ ما يكون. قلت لها أنت شلون بشرتينا؟ قلت لنا حالتها زينة يعني كش ما بيها، وإن شاء الله خلال ساعة تقريبا مالتها وصعدوها تبات ليلة وتأخذونها ترحون للديوانية، صحتها جيدة. شلون أنت تقولي لي أسوأ ما تكون تحمل؟
تتأمل شو مسويت دكتورة؟ الجراحين وينهم؟ ما موقع أنا موقع يا أخي موقع على ولادة وعقد بس. وإيش مسوي؟ شايل الرحم مالتها كله وطتني بسطل. إيه الله وكيلك. زين هي المرحومة عندها أمراض عندها مضاعفات يعني أثناء التحاليل قبل العملية هم حذروكم من أشياء؟ لا والله العلي العظيم كل شيء ما أبي قسمه بالقرآن. هاي تحاليل تقاريرها عند ذن موجودات تحاليلها كلها. وذنيش تحاليلها موجودات هناك هم عندهم موجودات بالمستشفى. زين هي مو أول ولادة حتى مثلا صرفت خطب. لا الرابع هذا السنة الخامس عملية هاي 4 عمليات هناك مسوية الحمد لله بشكر كل شيء ما بيها. يعني صحتها جيدة لا تقول بيها سكر لا ضغط لا هاي يعني الحمد لله كل صحتها كل زينة. صار في إجراء معين؟ والله أنا دكتورة هسه حاليا أنا طبعا مسجل دعوة عليها يعني أسجل دعوة عليها مو بس أسجل دعوة عليها قسمها بالقرآن يعني إذا طلع هذا الشيء خاطر ما يأخذ القانون أنا صحيح بعد يعني الطفل اللي المولود هم اللي بحالة خطرة لحد الآن لحد الآن يعني لحد اليوم أنا تقريبا جيت من عنده تقريبا بالسنتين الظهر يعني ما طلعوا قالوا يعني حالته تعبانة حيل استلمته مسوي له فتحة هنا وفتحة منا فتحتين فتحة بقلب فوق من قلبه وفتحة منا هاي الفتحة هنا لقيت فيها خياطات قالوا جيب مرة تستلمه وياك أخذت مرة أخوي قلت له خطية خير نطلع هذا خطية رحنا طلعنا زين أنت من قلت طلعنا الملابس وطلعنا الملابس يقال تقولون يا بتر متعور هنا بصدره متعور هنا أخذنا للديوان هناك لنتبع على هذا الطفل قالت لي أخوي هذا راح يموت إيش قد كلفتك العملية؟ كلفتني 1,600,000 تقريبا 1,600,000 1,550,000 كلفتني زين ليش ما سويتوها بالديوانيه قلت لك كودن على اساس يساعدون عوائل الشهداء والجرحى بالنجف بالنجف طلعت هناك لا من دخلت العمليات دخلت رحت حاسبت اخذوا من عند 900 900 بالاضافه للمصاريف الخارجيه اللي ذكرتهم صارت ب 600 700 اي الخارجيه رجعت هاي البنيه والحسابات قلت لها احنا جرحى وكذا وهيك واحنا الدكتوره قالت لي قاتي دني يبقى عندنا مؤمنات كلها بشر قاعد يبقى مؤمنات انت والدكتور تكمل عمليه زوجتك ان شاء الله تردون تحاسبون الدكتورة تكتب لنا رجع رجعتهن الفلوس بعد ما رجعت.